عسلامة عسلامة، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم مزيان، إش نحويلكم يا ربي، إن شاء الله تكونوا في خير وفي نعمة. جيتكم اليوم وجبت معايا باش نعملوا مع بعضنا جبن موتزاريلا. أها حذرتوا، هذا هو يزم يكون الشكل متاع جبن الموتزاريلا متاعنا. باش نوريكم الرسيت متاعه كيفاش باش نحضروه، يتجبدوا على محليه. وعملت معاه روسيت البيتزا، روسيت بيتزا باش نوريكم جوست الفرماج كي نحطوه من الفوق هكا، والماء نتاع الجبن اللي باش نحضروه كيفاش نستعملوا فيه في العجينه، معناها طيبت به العجينه. روسيت مزيانه برشا، ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتنال رضاكم. باش نخليكم تاو مع الفيديو مع طريقه التحضير. الوصفه نتاعنا زوز وصفات، البيتزا والفرماج موتزاريلا. اي نبداو بسم الله، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. كان عجبكم عملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناه كان انتم اول مره تزوروا قناتي. مرحبا بكم الناس الكل. اي نبداو في الفيديو نتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدي شحاتينا لهنا في الكروينه، حاتينا زوز اتريت حليب بقري، حليب معناها من عند الحليبي مش بكويت، باش يجيكم حليب مزيان. شوف شنو نحطوا له توا. الحليب هذا حطيته توا على نار هاديه، اهم حاجه دوبا ما نحط هكا سبع يديتي نظيفه هكا وما ما تحرقتش، معناها دافي وقتها نحطو. اش باش نحطوه لهنا؟ عندي نصف كوب خل، معناها بالضبط 75 مليلتر. عندي كوب الا ربع قارص 50 مليلتر ونبدا نحرك. توا يديا ما تنحاش من التحريك، شفتوها الطريقه هاني سهله. طيب شنو نبدا نحرك هكا باش يبدا يعطي اشكالها. اصل اما اهم حاجه النار، باش نزيد ننقص فيه شويه بركه على نار هاديه باش ما يتهلكليش. طيب شوف شنو نعمل، نحي مقرفة اللوح ونمد هذيا. شوفوا الطريقه لهنا، باش تبدا تلم وتضغط عليها، تلم وتضغط. شوفكم تشوفوا فيها بالقدا، باش نقرب لكم فتيفه لهنا. باش نزيد شويه ملح طريف هكا هو، خاطر الخل والقرص يبدا مالح. نقولوا واحد توا البنات لهنا، اهم حاجه في الروسيت انك كي تبدا تلم في هكا في الحليب، شوف في الجبن يا ربي تلم فيه، اهم حاجه انك تلم على جنب كيما هكا. شفتوها كيش تلمت لي هذه؟ راهي مازال حتى نقولكم وقتاش نقعد كيك على نار هاديه. ونحرك ونحرك ما تتنحاش من التحريك. باش تقولي لهنا برشا بنات باش يقولوا لي عاد نشريها حاضره وكل شيء، راهي الفرماج موتزاريلا العربي معناها اللي في الدار غالي برشا، خاطر فيه خدمه انك تقعد هكا تلم به. بالنسبه للماء باش تقولي لوحوها، هذه باش نعملوا بها عجينه، نعملوا بها عجينه بيتزا. اي عجينه تعملها تستعمل بيه وتخبيه في دبوسه ما يتلوحش، هذه نعمه. باهي لهنا كيفاش نعرفها انها كملت وكل شيء، باش نوريكم حاجه. بسم الله، انك كي تشد الجبن ويتقطع هكا راهو مزيق مزيق. نقعد هكا نكور فيه، على نار هاديه ونقعد ننزله. طريقته سهله، اما تحب الخدمه وكهو. كما قلت لكم نحب نذكركم بالمقادير، حطيت نص كوب نص كوب خل يا ربي، الخل قيسه بالمليلتر 75 مليلتر حطيت على زوز اتريتا. وش حطيت اخر؟ والقارص 50 مليلتر والكوب الا ربع، ونقعد هكا ننزل عليها. ما نحيوها من النار الا ما نشوفوها كيما هكا. مشيت معايا وتجبدت انا، بديت شفتوها انا بديت انا مديمها قصت لي، مديمها زيلت العمده كلها على الخدمه نتاعها.
أنا مازلت ندور على البيت. فيها خدمة شوية إنك تقعد تخدم فيها هك. سين لميلة راه جيكم فرماج، ما تعملوه فرماج، تعملوه في البيتزا، تحشيه وبيه، وفي الدار زاد وبني. تعمل لك القيمة كيما هكا، نجم حتى تشدها، أما يلزمني ديما نقيس هكا. هكا بديت تتجبد، شفتوها؟ نعصرها باش نزيد نثبت. نزيدها شوية ونكمل نخلط. إن شاء الله وصلت لكم المعلومة، تعملوها مكة في الدار على محليها، حويش الدار وحدارة. ديما نقعدو نعسو عليها ونشوفوها تتجبد ولا هاي بديت ريتوها. عني بديت نزيدها شوية. نحبش نطول عليكم باش ما تقلقوش. نرجع لكم شوية برك. هنا حسيتها حضرت، باش نقول لكم اني نعصرها حتى بداية، باش نسكر توا عليها. كما قلت لكم النار راهي دافيه، نعصرها كيما هكا ونشوفها. ها نشوفها هكا تتجبد، معناها راهي حاضره، شفتوها؟ عطي تتجبد على روحها. شبقات باش نوريكم حاجه بركه. هاكا ما عادش في ماذي، كل باش تحط في دبوسه، شفتو؟ ما عادش انا فيه تشدش برشا وقت. راه هو نعصرها هكا باش نقولكم هو مش نحطها، نحطها في صحيفه هكا مده 5 دقائق هكا هاو في صحفه بالماء. باش نوريكم كيما هكا، هاني حطيتها توا مده 5 دقائق ونحيها. اللي حبنات لهنا باش نخرجها راهو من الماء بعد 5 دقائق كيما قلت لكم. ها ما نكثروش، نحطوها على الطاوله في الفريجيدير في البيت في الثلاجه. في الثلاجه نحاول، شوفوا محليها. ها حاول كيما هكا نطول فيها فتايته، نحطها هكا ملفوفه باش تقعد. عطيتني الصور، نقولوا احنا تبدا مستطيله نستعملوها برشا حاجات. وإلا تحطوها في صحيفة، مش لازم معناها كيفيني هك في صحفة على روحك ولبس عليها ومجرى لها شيء. نشي نحط هذه ومن بعد نوريها لكم كي تبرد عاد ونستعملوها. لهنا حبيت نعمل معاكم بيتزا صغيرونة هكايا، كمية صغيرة مش كمية كبيرة. حطيت 250 غرام فرينة، عليهم قولهم غيرفتين هكا زيت نباتي، عليهم قولوا احنا مش ساشي كامل، نصف قولوا احنا خميرة خبز، نصف ملعقة كبيرة خميرة خبز، توش الكل ديما 500 غرام عليها ساشي كامل، والنص لا قلتو كان شطير كيما هكا. هذه طريف ملح، وهذه مغيرفة صغيرة سكر. هنا حبيت نستعمل الماء متاع الجبن الماتزاريلا اللي عملناه، هاو راهو بالحق بيبسه تخبيوها هذيك، وشوفوا قداش تعمل لكم برشا فطائر، وتستعملوا الماء هذايا خاطر فيه الخل وفيه القارص، وزيد حليب 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 طبيعي. حبيت هكاك نعمل طريف بيتزا صغيرونه، خليها تخمر شويه وكها. وهذه بعدين حضرنا الصوص، في ساعة ما تلمت خاطر باش نعمل كمية صغيرة مش كمية كبيرة. كي نلقاها هكا شربت شوية نزيدها شوية فرينة هكا، هاو خلطها مليح الساعة.
زيدها شويه برك فرينه ولم العجينتي. هنا باش نحضر معاكم صوص البيتزا، عملتها لحقيقه برشا مرات، اما حبيت نعاود هكايا جست العجينه نوريها لكم. شوفوا شو حطيتها، حطيتها في شكار بعد ما زدتها فتيتها برك فرينه، باش نخليها توا تخمر في حبكتها، نغطي عليها هكا الحبكه ونخليها تخمر توا تشوفوا قداش تعطيكم هكا نتيجه مزيانه. به بالنسبه للصوص باش نستعمل الميكسير اليوم، كل شيء مع بعضه وتجيكم راهي بنينه وفيوحه. قصيت البصل والطماطم ومغيرفه طماطم معجونه، فتيته ملح وفلفل اكحل، ولهنا عندي زعتر وكليل. لحبح وقتاش باش نحطو في الاخر ونزيد الرشه فوق العجينه من الفوق هكا هاو. لهنا الكل باش نحطهم توا هوني كي هكا لازم نزيدو شويه ماء. شوف شنو نعملو لهنا بعد ما نحيوهم، كي نجيو نحطو في الكروينه نحطو الزيت، نحطوش توا الزيت. شفتو مسالها باش البصل ما يقعدش هكا طريفات طريفات، يقعد مرحي خير ما يظهرش. كي يجيني الحقيقه موسم الطماطم يبدا عاد رخيصه الطماطم، نفس الطريقه تعملوها وتخبيوها. صوص بيتزا تبدا حاضره عندكم في الدار، حط شويه ملح، زعتر وكليله معاها باش يشرب هاك اللفيح. هذي تو باش نحطها في الميكسي، وكي يبدا كيما قلت لكم عندكم الطماطم اعمل كميه كبيره. تو هذي نمشي نرحيها ونرجع نوريكم. هاي كملت لهنا ريحه الصوص، شوفوا كيف ريحتها محلاه. نحطها في الكروينه بتاعي، نزيد لها هذه شويه بركه ماء، جوست المصمص القمصان وبرقة. نحط هنا فتيته زيت ونخلط، نحطها فوق النار كيف تطيب الصوص نتاعي ونذوق. نحط فتيته حبق هكا هاو، وهذه تبدا حاضره هكا هاو. ريتوه البصل انا مرحي، كل شيء مرحي، تبدا صوص مزيانه. نرجع لكم من بعد. حضرنا لهنا العجينه نتاعنا بعد ما خمرت طرحتها كيما تشوفوا فيه، دهنت الطبق نتاعي بشويه زبده وجيت هكا ولويتها على جنبي هكا وخليتها ترتاح شويه هكا هاو. هذه العجينه هاني خامره حاضره باش عجينه ديالي. بالنسبه للجبن هاو سيك الجبن خرجته من الفريجيدير كيما تشوفوا فيه، كميه مزيانه وباهيه وراه نقول لكم جبن متزاريلا العربي غالي يتباع، ما تقولش عداني نخو وحيده رخيصه من الحانوت وكا هاو، مش كيف راهو من حاجه الدار ديما خير. باه خليه هذا على الشيره. كملنا هنا حضرنا زيت الصوص نتاعنا نتاع البيتزا اللي جات تشرح قار زيتها على محليها. قار زيتها شوفوا مزيانها ومحليها تشرح. نجم نستعملهاش الكل نخبيها راه. واش خاص كان عندي طماطم برشا اليوم، راني عملت كميه كبيره فرد المره نطيب نقول. حويجه سهله وبنينه. اليوم حبيت نعمل البيتزا باش نوريكم هكا الجبيده نتاعك، جبيده الفرماج وكا هاو عليها. قلت خل نوري كيفاش باش نوريهم يتجبد، لازمني نعمل حاجه. قلت خل نعمل معاها بيتزا، وعملت زيد فكره العجين. أني حطيته في دبوسة هاك الماء هذاك، حطيته في دبوسة مالا شنو تحطوه في دبوسة ونجي تعملو فطاير، تجي تعملو حاجة تعوضو بيه في بلاصة الماء والحليب هاكا هاو. يزيها كيكا صوصة يزي فيها البك، تجي مشخشخة بالصوص. حطوها على 180 وطيب على روح في ساعة ما طيب البيتزا. حطلها فتيتة تون من فوق ونحط الجبن، من بعد نزينها عاد بالزيتون ونحط شويه بركة كبار. سامحوني قلت كبار، شو اسمه هو ذايا الحبق، الحبق. ان شاء الله فيديو يجي مزيان، ان شاء الله قلت يجي مزيان. ان شاء الله يجي باهي. هكا هو حويجه عربي وحويجه ديالي، بيتزا ديالي. هنحطو لهم التن، يحبوا التن، واللي تحب تعملها حتى من غير تن. ما كيفاش تاكل هي بلاش تن، يعملوا حاله. عرفش نوريكم باش نعمل فوق التن، خاطريني ما نحبوش الكيكه.
غسلنا يدينا نعمل عليه هكا صرا برشا فلفل اكحل كل نفوح اخولي مش بيجيش ماست. طيب دو بلاش ونزيد نحط عليه شو اسمه الاحبق ريفه ونيش قاعده مكفره. مدوا عاد الجبن نتاعنا ونبرشوه. ها شوفوا محليه الجبن البنات والله يشرح جيني في وحو بني وكله فيتامين. هاي باش نشخشخ لي هذيا توا بالجبو بالجبن بالجبن نهار جبن اليوم وما خليتوش يبرد برشا. هو كي يبرد اكثر خير راه يعطي نقول برشا مزيانه. كمل نحط هذي. هاي البنات ما نطولش عليكم نمشي نحطها في الفور وكتيب باش نكمل نزينها بالزيتون وباش اخر وشويه كبار كان تحبوا. هكا هو خنزيدها شويه جبن وندخلها للفور باش ما نطولش عليكم. كملت لهنا البيتزا نتاعي وقصيتها والفيديو نتاعنا اليوم على الفرماج موتزاريلا مش على البيتزا الكثيريه. حبيت كجست نوريكم الفرماج نتاعي قد يجيني بنين حيت جيني يهبل على محليه ويتجبد زيدا بالجبيده. قولوش يتجبدش زيدا يتجبد ولا فيس عليه على محليه هكا حويجها دقفه ديري ونظيفه. ها اوكي يتجبد ومحليه والبيتزا زادا جاتني بنينه. شكون شكر العروسه. المهم الريسيت نتاعنا اليوم ان شاء الله عجبتكم والفيديو ان شاء الله يكون خفيف عليكم البنات الناس الكل. شجعوني باللايك والاشتراك في القناه كان انتم اول مره تزوروا قناتي. مرحبا بكم الناس الكل. زوروني زادا على سمحتي في الانستغرام كما الوصفه هذه هبطها في ستوري الانستغرام وزادا تو هبطها في ستوري اليوتيوب وكما فلفل بالكرويه خذي برشا في ستوري اليوتيوب. الحقيقه عجبتهم برشا الروسيت ان شاء الله انتم زادا تعجبكم الوصفه وتشجعوني نخليكم في امان ربي ونقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم اسعد ايام. باي باي.